ايه الطرق اللي ربنا اتكلم بيها في العهد الجديد والقديم، طرق كده في الكتاب كده. عملنا حصر كده سريع، مش عارف دقيق ولا مش دقيق، لقيت 13 طريقة ربنا اتكلم بيها، غير بعض ولا واحدة زي التانية، 13 طريقة ربنا اتكلم بيها. ودي مهمة ان نعرف ان ربنا ما عندوش طريقة واحدة، هو بيتكلم ازاي بيتكلم، مش دي القضية، في طرق كتير قوي ربنا اتكلم بيها. من اغرب الحاجات ان اتكلم عن طريق حمار، فاكرين حمار مين؟ بلعام. فالحمار نطق لأن النبي مش عارف يسمع اللي ربنا عايز يقوله، قوله فاهم، فاضطر الحمار هو اللي ايه اللي ينطق يقوله في ملاك مهلك وانت مش واخد بالك، انت ماشي في السكة الغلط. مرة اتكلم بطريقة غريبة جدا ان ظهرت يد، فاكرين، وكتبت على الحائط من من تقيل وفرسين احصي ملكوتك وانهي، فاكرين، يعني طريقة غريبة جدا برضو ربنا يتكلم بيها بالكتابة بإصبعه على الحيطة. شفناه بيتكلم عن طريق العلامات، قصة جدعون، فاكرين الجزة وتتبل والأرض تبقى ناشفة، وبعد الأرض تبقى ناشفة وهي ما تتبلش، وربنا يحقق له العلامتين دول عشان يأكد له إن اللي قاله له صح. بس هو قاله له الأول مباشرة، وبعدين قاله له بعد الدادة بحلم، فقاله له مباشرة وقاله له بالعلامات وقاله له بإيه؟ بالحلم. اتكلم بصوت مسموع، صوت مسموع الناس سمعاه، مش كده؟ وده حصل في العهد الجديد كمان، مش بس في العهد القديم. احنا شفناه على جبل سيناء بيتكلم بصوت عالي، لكن شفناه كمان في المعمودية بيتكلم بصوت عالي، مش كده؟ هذا هو ابن الحبيب له اسم. شفناه على جبل التجلي بيتكلم والتلاميذ سمعوا الصوت دوت، هذا هو ابن الحبيب، مش كده؟ فربنا بيتكلم بصوت عالي، يتكلم بصوت عالي والناس كلها اللي موجودة يتكلم بصوت عالي، ما هو ربنا بيتكلم. وبيتكلم بصوت داخلي، صوت داخلي مش بصوت عالي، مش كل الناس تسمعه. زي فيلبس لما قال له الروح القدس تقدم ورافق هذه المركبة، ده صوت داخلي، صوت داخلي مش صوت فوداني، دي صوت فوداني اللي جوايا، ودي كتير قوي في الكتاب المقدس، الصوت الداخلي اللي بقدر أميز إن ده ربنا اللي بيكلمني وبيقول لي أعمل كده أو ما أعملش كده. اتكلم عن طريق الملائكة، مش كده؟ وده واضح جدا في العهد القديم، الملائكة اللي ظهروا حتى من أول قصة شمشون، والملائكة في العهد الجديد كتار أو بقى العذراء القديسة مريم وإليصابات ويوسف وروح مصر ورجع من مصر، مش كده؟ فالملائكة رايحة جاية بتوصل رسائل إلهية، صح؟ بيتكلم عن طريق الملائكة، بيتكلم عن طريق الرؤى والأحلام زي شاول الترسوسي، مش كده؟ زي بولس لما رأى رؤيا رجل مقدوني بيقول له أعبر إلى مقدونيا وأعنا، وبيتكلم بالأحلام. فبعد الرؤى، الفرق بين الرؤيا والحلم، الحلم أنا نايم، الرؤيا أنا إيه؟ أنا صاحي، أنا صاحي، فبيكلمني وأنا صاحي بنسميها رؤيا، بيكلمني وأنا نايم بنسميها أحلام. يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، فدي للكل. ودي واحدة من الحاجات المشهورة جدا بالذات في العهد القديم والعهد الجديد، الرؤى والأحلام. اتكلم بالأنبياء، وده عن طريق حد مؤتمن من الله زي صموئيل، ربنا بيديله رسالة لشعب ولأمة أو أحيانا لأفراد، فبيتكلم عن طريق رجالته، بيتكلم عن طريق الأواني بتاعته المقدسة. اللي مش قادر يسمع ربنا بيوصل له رسالة عن طريق واحد عارف يسمع كويس. تكلم الآباء بالأنبياء، اتكلم أحيانا بالاقتناع، إنك يقنع واحد بفكرة في عقله فيقتنع تماما، فما يحتاجش حتى يسأل هو فين الصح وفين الغلط. أرميا بيقول كده، أقنعتني يا رب فاقتنعت وألححت علي فغلبت،